أهلا بكم في السلطة الرابعة، والذي نتناول فيه دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية والمواقع الأخبارية. المصدر أونلاين يقول بأن ضغوطا أممية ودولية على الحكومة للقبول باتفاق الانسحاب الجزئي من الحديدة. في موقع الخليج أونلاين، صراع إماراتي عماني في اليمن. أما صحيفة الجارديان البريطانية فقد عنونت أستراليا لا تستطيع نفي استخدام أسلحتها في اليمن. مرحبا بكم مجددا. أفاد مصدر حكومي لموقع المصدر أونلاين بأن ضغوطا كبيرة تمارسها الأمم المتحدة وعدد من الدول على الفريق الحكومي في لجنة الانتشار التي يقودها الجنرال الدنماركي مايكل لولويسغارد للتوصل إلى انسحاب جزئي في الحديدة. ذكر الموقع أيضا بأن الفريق الحكومي كان قد وافق على الانسحاب الجزئي في الحديدة، والمتمثل في ابتعاد القوات الحكومية بنحو 15 كيلومتر من مناطق المواجهات مع المسلحين الحوثيين، لكن بشرط. هذا الشرط هو انسحاب الحوثيين أولاً إلى داخل المدينة ومن الموانئ. قال المصدر للمصدر أونلاين إن أعضاء الفريق يرون بأن الاتفاق بصيغته الحالية غير ممكن، وإنهم سيقدمون استقالتهم من مهمتهم قبل أن يوقعوا على الاتفاق في حال استمرت الضغوط. موقع يمن مونيتور اهتم بفشل الأمم المتحدة وتناول تقريراً قال فيه بأن الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة انسحاب القوات من موانئ محافظة الحديدة غربي اليمن في الموعد المحدد الذي ذكره مارتن جريفيث مبعوث المنظمة الدولية إلى البلاد. كذلك المصدر في الحكومة اليمنية المطلع على المشاورات قال اليمن مونيتور إن ضغوطا دولية مستمرة على الرئيس اليمني للموافقة على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دون الحديث عن المرحلة الثانية والتوافق عليها وتقديم أيضا ضمانات. من جهتها اتهمت جماعة الحوثي المسلحة اتهمت التحالف العربي والحكومة بعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها لويسغارد. وقال محمد الحوثي القيادي البارز في الجماعة إن التحالف قام بذلك لحرمان جريفيث من الحديث عن إحراز تقدم في إحاطته وإفقاده الثقة. في السياق ذاته اعتبر الموقع بوست بأن الجدل لا يزال مستمر بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل له في مشاورات السويد، والذي يتضمن أيضا انسحاب ميليشيا جماعة الحوثي من مدينة الحديدة وأيضا مينائها. على إثر ذلك قدم رئيس الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز استقالته، وذلك بسبب ما وصفه بالتواطؤ الأممي في بيع مدينة الحديدة للحوثيين ولإيران. أشار الموقع إلى أنه لم يتأكد خبر استقالته بعد، إلا أن الصحفي بسيم جناني رأى بأن استمرار الضغوطات للقبول بالمقترح الحالي بصيغته المعدلة وغير المقبولة قد تقدم اللجنة التابعة للحكومة استقالتها بشكل جماعي. من جانبه قال الباحث عدنان هاشم في صفحته بالفيسبوك إن السعودية تضغط على هادي للقبول باتفاق سيء بالحديدة، مؤكدا أن حدوث ذلك بعد 4 سنوات من الحرب التي تقودها يكشف بأن المملكة تعمل لتقوية الحوثيين لا لإضعافهم. قالت مصادر محلية لموقع يمن شباب إن الحوثيين أوقفوا في العاصمة صنعاء توزيع حصة مادة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة. وأيضا وفقا للمصادر فإن إيقاف بيع مادة الغاز المنزلي يأتي في إطار خطة للميليشيا الحوثية لبيع حصص الغاز في السوق السوداء المنتشرة في صنعاء عبر تجار وسماسرة
يبيعونها بأسعار مرتفعة. قال مالك أحد المطاعم في مديرية بني الحارث ليمن شباب نت، قال إن الميليشيات الحوثية قامت ببيع كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي لعدد كبير من المطاعم بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 5000 ريال، بينما السعر الرسمي المعلن عنه 3000 ريال. يذكر بأن الميليشيا الحوثية تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر عقال الحارات منذ نحو عام، ويتم توزيعها على المواطنين، حيث تقوم الميليشيا بإذلال المواطنين في طوابير طويلة وإجراءات كثيرة، بالإضافة إلى فرض دفع رسوم مقابل الحصول على أسطوانات الغاز. موقع العاصمة أونلاين قال إن ميليشيا الحوثي تواصل اختطاف 10 صحفيين يمنيين منذ 4 سنوات، وقبل أمس أحالتهم للمحاكمة بتهم كيدية، في الوقت الذي يتحدث المبعوث الأممي مارتن جريفيث في إحاطته لمجلس الأمن عن اقتراب إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين. كذلك وفقا للموقع، فقد اعتبر الصحفي المتهم بالقانون حسين الصوفي إجراءات المحاكمة الحوثية للصحفيين تأكيداً للمرة الألف على أن الميليشيا الحوثية تستخدم ملف المختطفين كرهائن، وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في القانون الإنساني الدولي. ووفق قوله، انتقد أيضاً الصحفي صوفيا الدور الحكومي تجاه الصحفيين المختطفين، واصفاً إياه بغض الطرف والتواطؤ بشكل آخر، وقال بأن الحكومة لا تزال ترسل مرتبات القضاء الذين يمارسون المحاكمات الهزلية بحق المدنيين الأبرياء إلى صنعاء، ولم يصدر بحقهم قرار إيقاف أو إحالة للمحاسبة. من الكتمان إلى العلن، قال موقع الخليج أونلاين بأن الخلاف العماني الإماراتي ظهر بعد سنوات من الصراع الصامت بين البلدين، وهو ما كشفه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي في أول موقف لمسقط عن أسباب الخلافات الأخيرة بين البلدين الجارين. في مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم، قال الوزير العماني إن خلافات مسقط وأبو ظبي قد نشأت على خلفية الحرب التي تشنها أو شنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن وتدهور الوضع الإنساني هناك في اليمن. وفقا للموقع، فقد أضاف أيضا الوزير أنه لا توجد خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا، لكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعي، مشيرا إلى أن بلاده اختلفت مع الإمارات على مسألة حرب اليمن، لأن موقفنا واضح ومعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات. قالت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم، قالت إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذكر بأن القرارات المستقبلية بشأن تسليم أسلحة للسعودية ستتوقف على كيفية تطور الأمور في اليمن. قال أيضا في مؤتمر صحفي بأن موقف الحكومة الألماني هو أننا لن نسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي، وسوف تتخذ الإجراءات المستقبلية بناء على تطورات صراع اليمن وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم. ذكرت الصحيفة أيضا بأن ألمانيا كانت قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنها سترفض أي تراخيص خاصة بتصدير الأسلحة مستقبلا للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والجرائم التي تحدث في اليمن. في الصحافة العالمية، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، قالت إن وزارة الدفاع الأسترالية لا تستطيع ضمان ألا تنتهي الأسلحة الأسترالية الصنع أو أسترالية الصنع والتي تحظى بتمويل دافع الضرائب الأسترالي في
في الحرب اليمنية. كذلك نقلت الصحيفة أن عددا من مسؤولي الوزارة قد تعرضوا كذلك للاستجواب حول صادرات الأسلحة إلى السعودية بعد أن تبين تصدير نحو 500 من منظوماتها إلى وزارة الداخلية السعودية. ودافع مسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية خلال جلسة استجواب عن الإجراءات التي تتخذها أستراليا لتقييم كيفية استخدام الأسلحة التي تصدرها، وخاصة في مجال خروقات حقوق الإنسان. كانت منظمة أنقذ الأطفال قد قالت بأن 85 ألف طفل دون سن 5 من العمر قد توفوا نتيجة للمجاعة التي تضرب اليمن في السنوات الثلاث الماضية. أما Human Rights Watch فقد أدانت استمرار السرية حول مبيعات الأسلحة الأسترالية للشرق الأوسط، ولتؤكد بأن الأسلحة الأسترالية لا تزال تتدفق إلى السعودية. ختاما أترككم مع كاريكاتير هذا اليوم.